سيغ كيل باز كتبنا له هاد اللعاب او استاذ هاد اللعاب صيفطنا له استدعاء على حسب معطيات عطانا لاجون ديالو. هاد المعطيات كلها مغلوطه يعني اول غلطه فيها بعدك بانه اني با كونفيرمي ما عندوش 10 الماتشات مينيموم في ليكيب ناسيونال باش يكون كونفيرمي وتاخذ لا ليسونس ديالو. يعني ديجا ما قالش لنا هذا، قال ديجا عنده 10 الماتشات لعبهم اي توسا. هذو المعطيات اللي حسينا لاج حتى هو كذب فيه ملي درنا التحريات ديالنا، لان لا ليتر اللي صيفطنا ما صيفطناش اونطون كو جو كونفيرمي، صيفطنا له لا ليتر عند المدير وقلت لكم اتصلوا بهذا بان دير ايفالواسيون تكنيك اي ميديكال. سكيفي دار الميديكال ملي وصلنا للتكنيك عنده دو فولي، راه ماشي غير الجري، عنده لو فولي تيوريك اي براتيك. هو في لا تيوري الى 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 يشوي، وما عندوش دوك المعايير اللي غيكون يحمل القميص فريق الرجاء، وما وقعنا حتى شي حاجه. فين هنا بغيت نسولك، فين كذبنا على جمهور الرجاء؟ نقول لك انا فاش على حسب التصريح ديالو باللي ان اللاعب ما دارش حيدنا له استاذ، عندنا الصور، عندنا الصور محيدين لي البونسمون ديالو، والطبيب تسولوه وتسولوا الفحص تشوفوا.